أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد تجديد مجلس الأمن للعقوبات ضد الأفراد والكيانات الذين يهددون السلم والاستقرار في اليمن. تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً مدد فيه العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات الذين يهددون السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى فبراير 2020. خلال جلسة لمناقشة الأوضاع في اليمن، أقر المجلس أيضاً تمديد ولاية فريق الخبراء حتى مارس 2020، مطالباً الدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية التعاون مع فريق الخبراء وضمان سلامتهم. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا يمكن أن يضيفه قرار مجلس الأمن بتجديد العقوبات الدولية لمن يهددون السلم في اليمن؟ وما هي أبعاد التحركات الدولية الأخيرة لحل ملف الأزمة والحرب في البلاد؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش. قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة اليمنية قضى بتجديد العقوبات على الأفراد والكيانات المهددة للسلم والاستقرار في اليمن حتى فبراير 2020، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمتابعة القضية اليمنية أيضا. بموجب القرار الأممي 2216 الصادر في إبريل 2015، فقد فرض مجلس الأمن الدولي قرارات بحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح، كما أقر عقوبات مالية وحظرا للسفر على قيادات في ميليشيا الحوثي وجماعة صالح، في مقدمتها عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح المقيم في أبو ظبي حاليا. بعد نحو شهر من إصدار تقرير الخبراء النهائي للعام 2018 عن الحالة اليمنية، مدد مجلس الأمن أيضا ولاية الفريق المختص بمتابعة القضية اليمنية حتى 28 من مارس 2020. حث مجلس الأمن الدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية بالتعاون مع الخبراء وضمان سلامتهم، وأكد على أهمية عقد المباحثات بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ القرار. حول مفاتيح الحل والانتقال السياسي في اليمن، أكد قرار مجلس الأمن الأخير على ضرورة الانتقال السياسي بالاستناد لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الأممية ذات الصلة، وهي ذات المرجعيات التي تتمسك بها الشرعية وتراها طريقا للحل فيما تحاول ميليشيا الحوثي الالتفاف عليها. يرى مراقبون أنه بالرغم من العقوبات المالية وحظر بيع الأسلحة وتقارير فريق الخبراء، إلا أن تدفق السلاح لميليشيا الحوثي مستمر، وأن انتهاكات الميليشيا والتحالف مستمرة أيضا وفق تقارير الخبراء الدوليين. مجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث التي سنتحدث فيها عن قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص اليمن المعني بتجديد العقوبة ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والاستقرار في اليمن. هذا القرار قرار فني، يجدد في مجلس الأمن العقوبات ونظام لجنة الجزاءات المعنية باليمن الصادر وفق القرار 2140 عام 2014. كان القرار مسودة القرار الذي قدمته بريطانيا حاملة القلم في مجلس الأمن فيما يتعلق في الملف اليمني، كان تم طرحه مسودة القرار خلال 20 من الشهر الجاري وتم التصويت عليه بالأمس. إذن القرار كما تقول الأخبار الواردة من الأمم المتحدة، المجلس في القرار هذا مدد ولاية فريق الخبراء حتى 28 من آذار مارس عام 2020 على النحو المبين في القرار 2216، معربا عن عزمه على استعراض عمل ولاية الخبراء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تمديدها قبل انتهاء ولايتها. القرار أيضا الجديد 2456 طالب من الدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية التعاون مع فريق الخبراء وضمان سلامتهم، كما شدد القرار على أهمية عقد مباحثات بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ هذا القرار. فريق الخبراء الذي تتحدث عنه هذا القرار كان قد واجه صعوبات في الوصول إلى الكثير من مناطق التي يجب التحقيق فيها في اليمن، من خلال سواء في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن أو مناطق سيطرة الإنقلابيين، ولذلك جاءت كما يقول كثيرون هذه النقطة في قرار مجلس الأمن الأخير. القرار أيضا يؤكد من جديد الحاجة إلى التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب
لعملية الانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تماشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية في عام 2011 ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما قلت قبل قليل، المملكة المتحدة كانت هي من قدم مشروع نص القرار إلى أعضاء مجلس الأمن في 20 من فبراير الماضي، وكان هناك بعض التعديلات التي أدخلت على هذا المشروع لذكر مخرجات المجلس، أتحدث عن مجلس الأمن بطبيعة الحال، التي تم تبنيها خلال العام الماضي فيما يتعلق بقراري مجلس الأمن 2451 المعني بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي أقر بين الأطراف اليمنية في ديسمبر من العام الماضي، والذي تمت يعني توصل فيه الأطراف اليمنية إلى اتفاقات بخصوص الحديدة ولجنة إعادة تنسيق الانتشار هناك، أو عفوا لجنة تنسيق إعادة الانتشار هناك، وكذلك ما يتعلق بالتفاهمات حول تعز والتفاهمات حول ملف الأسرى والمعتقلين. كذلك هذا المشروع كان قد شمل القرار 24، مخرجات القرار 2452 المعنية بدعم لجنة أو بعثة الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ اتفاق الحديدة. إذن ينضم إلينا مشاهدينا الكرام الآن من الرياض الباحث السياسي الأستاذ ثابت الأحمدي. أرحب بك أستاذ ثابت، وأبدأ معك من حيث النقطة الجدلية فيما يتعلق بالعقوبات. هل أسقطت العقوبات على الأشخاص المشمولين من حزب المؤتمر برأيك أو بحسب علمك؟ أهلا وسهلا بك أخي العزيز وبالمشاهدين الكرام. بشكل عام نستطيع أن نقول العقوبات لم تعد محل نظر الشعب اليمني. يتكلم عن الشعب اليمني اليوم بشكل عام، العقوبات أصبحت كالعصا تحت الشملة كما يقال في المثل الشعبي، للتخويف أو لتخويف المعنيين بها فيما بين الحين والحين إذا ما حادوا عن تعليمات المخرج الكبير. هذه القرارات اليوم لم تعد تخدم الشعب اليمني بصورة مباشرة بقدر ما خدمت أطرافا إقليمية أو دولية كبرى. وبالمناسبة أيضا تؤكدها ما أكدتها أيضا يعني أستاذ ثابت انقطع الاتصال إذن مع الأستاذ ثابت، سنحاول العودة إليه. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من لندن الباحث الأستاذ براء شيبان. أهلا بك أستاذ البراء. إذن تمديد ل يعني القرارات والعقوبات فيما يتعلق بمعرقلي عملية الانتقال السياسي ومهددي الأمن والسلم الاجتماعي في اليمن، وكذلك تمديد لفريق الخبراء، كيف وجدت هذا القرار الفني للأمم المتحدة ولمجلس الأمن؟ نعم، تحية لك وتحية أيضا للضيف الذي انقطع الاتصال معه. لكن في البداية أحب أوضح شيء بشكل سريع. المؤتمر الشعبي العام ليس مشمول ضمن القرارات، ولا هو ضمن الكيانات التي هي معرضة للعقوبات. هم أشخاص من حزب المؤتمر للتوضيح. هم أشخاص تحديدا من حزب المؤتمر، ولكن حتى نكون أكثر دقة، هم الأشخاص الذين هم مرتبطين بشكل كان مباشر مع أسرة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح. الأشخاص الذي لا يزالوا تحت العقوبات طبعا هو واضح، هو نجلر الرئيس السابق علي عبد الله صالح أحمد، وحتى الأموال التي مفترض أنه تحصلها الرئيس صالح لا زالت تدخل ضمن هذه العقوبات، ولكن لا زال كذلك جماعة الحوثي وقيادتها معرضين ومرشحين. بالعكس، هناك المزيد من الأسماء مرشحة أنها تدخل ضمن قائمة العقوبات. هي المشكلة بطبيعة الحال أنه القرار إلى الآن لم يتم نشره عبر موقع مجلس الأمن حتى يعني يتسنى لنا معرفة من تم إضافته ومن تم حذفه من هذه القرارات. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ البراء. أرحب بمن عاد إلينا من الرياض الباحث السياسي الأستاذ ثابت الأحمدي. أستاذ ثابت، أنت تتحدث على ضرورة أن هذه يعني أن تتحدث على أن العقوبات أصبحت تؤثر على اليمن، لكن هذه العقوبات تشمل أيضا شخصيات قامت بالانقلاب، نتحدث عن عبد الملك الحوثي، نتحدث عن أبو علي الحاكم أيضا.
يا عزيزي، هذه ابو علي الحاكم وعبد الملك الحوثي، هؤلاء لا يهمهم بعض تفاصيل هذه العقوبات يعني من عدمها. ماذا يعني تجميد يعني ارصدت ابو علي الحاكم في بعض البنوك، وماذا يعني له منعهم من السفر تحديدا؟ الرجل تقريبا لا يملك بطاقه شخصيه ولا جواز سفر ولا يهم هو، وما عمره قد خرج ايضا ربما من صعدة او صنعاء. هذه مسائل يعني اصبح الشعب اليمني اليوم ينظر لها بنوع من السخريه، بنوع من العبث الذي يمارسه مجلس الامن. الشعب اليمني فقد ثقته للامانه بهذه بالمؤسسات الدوليه التي اصبحت تعمل بمنء عن مصالح الشعب اليمني نفسه. في السابق يعني لنفترض كان علي عبد الله صالح فعلا حليف الحوثيين، وحينما انقضوا عليه أصبح هذا الأمر يعني مفروغ منه. اليوم جزء لا بأس به من أنصار صالح ومن أتبل من أسرته ومن مقربه اليوم مع الشرعية مع ضد الحوثي نفسه، ولا يزال القرار ساريا ضدهم بصورة تبدو عبثية. يعني الآن جزء كبير جدا بل الأغلبية من أنصار صالح اليوم يعترفون بشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي ويحاربون الحوثي جنبا الى جنب مع من سبقوهم في الجبهات وفي مختلف يعني النضال يعني او جبهات النضال. ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا استاذ ثابت. اعود اليك سيد البراء. المملكة المتحدة من يعني حاملة القلم بالنسبة للملف اليمني فيما يتعلق بمجلس الأمن والقرارات هنا، قدمت كانت مشروع نص القرار الى اعضاء المجلس في 20 فبراير. كان هناك تعديلات لذكر مخرجات المجلس التي تم تبنيها خلال العام الماضي بما في ذلك القرارين 2451 و2452 المعنيان باتفاق ستوكهولم. هل برأيك هذا يعني أن من يعرقل أو يتسبب بشكل ما بالإخلال باتفاق ستوكهولم سيدخل ضمن قائمة العقوبات فيما يتعلق في العوام الماضية، أقصد العوام القادمة عفوا؟ طبعا هو بشكل مبدئي نعم، من يتسبب بشكل واضح في عرقلة اتفاق ستوكهولم قد يدخل، ولكن هذه العملية صعبة. يعني ادخال الافراد جدد او كيانات يتطلب كذلك موافقة مجلس الامن بالاجماع على ادخال هذه على ادخال اي اسم، وليست هناك الان رغبة لدى مجلس الامن على ادخال شخصيات يمنية اخرى. لماذا؟ يعني السبب أنه يعتقد أنه هناك أولا حصل اختراق يعتبره مهم في عملية ستوكهولم، سواء نحن كنا نختلف مع هذا النتيجة أو هذا التحليل، لكن بالنسبة لهم لا يريدوا أن يضيفوا أعباء في هذه المرحلة قد تعرقل فعلا الوصول اليمنيين إلى أي نوع من أنواع الاتفاق. بس بشكل سريع أنا أريد أن أوضح نقطة مهمة. القرار هذا يتعلق بالمرحلة الانتقالية، وحسب الآن القرارات الدولية اليمن لم يستكمل المرحلة الانتقالية لأسباب كثيرة، على أبرزها طبعا هو الانقلاب والحرب الذي دخلت فيها اليمن. الطريقة الوحيدة التي سوف يتم يطوى فيها هذا الفريق أو يتم الانتهاء من عمل هذا الفريق إذا تمت الانتهاء من المرحلة الانتقالية ووصل اليمنيون إلى مرحلة الانتخابات. هذه الطريقة الوحيدة بحيث أننا نقول أنها طويت المرحلة الانتقالية وتمكن اليمنيون من الانتقال إلى المرحلة الجديدة. طالما أن هناك عرقلة هذه العملية ستظل عمل هذه اللجنة مستمرة، وهناك أشياء كثيرة. مثلا عندما يوضح الفريق أن هناك شركة إيرانية تبيع النفط وحاولت أن تزور بعض الوثائق للوصول إلى تمويل جماعة الحوثي، هذه الشركة قد تتعرض للعقوبات. أيضا الأشخاص الوسطاء الذي كانوا في الوسط قد يكونوا معرضين لعقوبات. طبعا هذا ليس يعني هذه ليست عملية دائما فعالة، ولكنها لا زالت ورقة أخيرة بيد الشرعية تستطيع أن تستخدمها. أن الفريق المشكل جزء من مهامه بشكل رئيسي يحدد من المعرقلين لعمل السلطات الشرعية، وهي اللجنة الوحيدة تقريبا الذي هي تسمي بالأسماء من هم الأطراف والجهات والكيانات الذي تعرقل عمل الحكومة الشرعية. فبالنسبة للحكومة الشرعية بالعكس وجود هذه اللجنة إلى هذه اللحظة لا يزال مفيدا. طيب في هذا السياق اليمنيون من الوصول إلى المرحلة الانتقالية هنا ستختلف المعادلة.
طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ البراء شيبان، وكذلك سيد ثابت الأحمدي. أرحب بمن ينضم إلينا من الولايات المتحدة الأمريكية سيد إبراهيم القاطب المحلل السياسي. أستاذ إبراهيم، إذن قرار تمديد للجنة العقوبات برأيك هل سيشمل الكيانات التي يقول فريق الخبراء أنها تعرقل عمل الحكومة الشرعية في المناطق المحررة؟ نتحدث مثلا وتعمل بالوكالة لأطراف أجنبية مثل المجلس الانتقالي كما ورد في التقرير. إن لجنة العقوبات كل شيء وارد فيها، لأن اللجنة أصلا أنشئت لغرض أنه يجب التأكد من كل من يعرقلون الانتقال السلمي السياسي في اليمن، وبات من الواضح أن المجلس الانتقالي والميليشيات التابعة للإمارات والسعودية باتت ليس فقط معرقلة للانتقال السياسي في اليمن، بل إنها أصبحت كارثة حقيقية يعني للانتحار السياسي وللصراع في اليمن، وأيضا مهددة الأمن والاستقرار، وأصبحت ميليشيات خارج السلطات الدولة، أصبحت لديها السجون السرية، أصبحت تهذب، أصبحت تختطف السياسيين وتقوم بالاغتيالات، فلذلك أصبحت أخطر يعني من الحوثيين في كثير من المواضع، كونها أصبحت خارج نطاق الدولة، أصبحت يعني بلا هوية، تدمر، تغتال، تقتل، تهذب، ترتكب كل ما له علاقة بالكارثة الإنسانية واختراقا للقوانين وللأنظمة الدولية وقوانين حقوق الإنسان الدولية. فلذلك أنا في اعتقادي أنه لابد من وضع هذه الكيانات الذي تقوم بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وأيضا للتحول السياسي السلمي في اليمن، وبالذات في المناطق التي كان يفترض أن تكون يعني مسيطر عليها من قبل الحكومة الشرعية، وأصبحت أيضا مقوضة للحكومة الشرعية التي القرارات الدولية أتت من أجل الدفاع عليها. فنحن ندرك تماما أن الأمور أصبحت خارج نطاق السيطرة، أن هناك ميليشيات تعمل لحساب أجندة خارجية ليس لها علاقة بالسعادة الدولة ولا بالسعادة الأمن والاستقرار في اليمن. فأنا في اعتقادي أن ربما هناك توجه حقيقي طبعا سيواجه بتحنت من قبل السعودية والإمارات، لكن كل شيء وارد، وأنا في اعتقادي أنه آخر اليوم هذه اللجنة ستوصي بإما أنه على مجلس حقوق الإنسان أن يقوم بإجراء لجنة تحقيق دولية بالجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين، ولا بد أن يوضع كل من يقوض الأمن والاستقرار في اليمن على هذه القوائم التي يجب حظرهم. الآن نحن نعرف أن الإمارات تمول تلك الميليشيات أنها تساعدهم على السفر خارج وداخل البلاد، تعطيهم الطائرات، تعطيهم السلاح، تعطيهم المال، تعطيهم الإعلام، وهذا كله يقوض الحياة السياسية ليست في اليمن ككل، وإنما في المناطق الجنوبية التي الآن هي على شفاه يعني ربما حرب. طيب، آلية بين الجنوبيين. وضحت هذه النقطة سيد القاطب، دعني أعود بها إلى سيد ثابت الأحمدي الباحث السياسي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أستاذ ثابت، كان قبل قليل سيد براء شيبان قال أن هذه اللجنة هي تفيد الحكومة الشرعية في مسألة ضبط أمورها في البلاد. الآن أنت تقول أن الحاجة اليمنيين يعني تفرض ألا تكون هناك هذه اللجنة، خاصة أن عبد الملك الحوثي وغيره مثلا ليست لهم أرصدة في الخارج، لا يسافرون حتى أساسا. لكن ماذا عن الكيانات التي تهدد الحكومة الشرعية في المناطق المحررة؟ نتحدث عن المجلس الانتقالي مثلا، عن الدول التي تتورط في عرقلة الرئيس عبد ربه منصور هذه في بشكل أو بآخر أيضا. فعلا هناك ميليشيات المجلس الانتقالي في عدن، لكن في تقدير الشخصي العقبة الأولى والأخيرة والعقبة الكبرى في المسألة اليمنية وفي القضية اليمنية بشكل عام هي قضية الحوثي بصنعاء. هذه الجماعة التي تقف ضد الشرعية وضد الشعب اليمني بشكل عام هي العقبة الكبرى التي تواجه الناس جميعا وتواجه الشعب اليمني. ميليشيا المجلس الانتقالي فعلا مرتبطة بأجندة خارجية، لكن أمرها ليس بمنزلة أو بصعوبة الجماعة الحوثية أبدا، هي فقاعة على الطريق وسيتم حلها. لكن ارتباطها بالخارج وسفرها إلى الخارج يتيح يعني عمل أفضل للجنة، يعني تقييد
ووضع عقوبات على سفرها وعلى أرصدتهم المالية سيفيد الحكومة بشكل أكبر. فيما يتعلق ب يعني ميليشيات المجلس الانتقالي فعلا هي لا تزال كما قلت يعني عقبت صد امام عوده الدوله وامام عوده الشرعيه، لكنها كما قلت ليست بنفس مستوى خطوره جماعه الحوثي. طيب انت تحدثت عن مساله يعني الشخصيات المشموله في العقوبات من حزب المؤتمر او القريبه من المؤتمر، نتحدث عن احمد علي، نتحدث عن من له ارتباط بالرئيس بصالح ايضا، لماذا لا تعترف هذه الشخصيات بشرعيه الرئيس هذه وتعمل على مسانده الشرعيه وفق اجنده الحكومه اليمنيه حتى تطالب الحكومة بإسقاط العقوبات؟ اسمح لي أقول مجرد انضمامها إلى الميدان ومحاربتها للحوثية هو اعتراف بالشرعية اليمنية. اليوم من يحارب الحوثي نحن يعني يعتبر معترفا بشرعية الرئيس هذه أيضا. لكن إلى الآن سيد الأحمدي، إلى الآن لم يصدر قرار جمهوري بتعيين مثلا طارق صالح كأحد أفراد الجيش. هناك من يقول أن هناك ضغوط إماراتية، وفعليا من يمول هذه القوات هي الإمارات بشكل أو بآخر. يعني طارق صالح اليوم رفيق نضال ومقاتل صلب وشرس ضد جماعة الحوثية، وهو اليوم يحمل سلاحه ويكفر عن خطيئته التي اقترفها بحق الشعب اليمني أمس. مجرد انضمام طارق صالح إلى الميدان حالة إيجابية واعتراف بشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي. أشكرك الباحث السياسي أستاذ ثابت الأحمدي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إليك سيد البراء شيبان، هل برأيك بعد تجديد عمل فريق الخبراء ولجنة الجزاءات بشكل مستمر، إلى أي مدى استفاد منها اليمنيون نظرا للأوضاع التي يعيشونها في نهاية المطاف؟ أستاذ البراء يبدو أنه أنقل هذا التساؤل إلى السيد إبراهيم القعطبي. أستاذ إبراهيم من نيويورك، تفضل لما أسمع السؤال. قلت إلى أي مدى نظرا للأوضاع التي يعيشها اليمنيون الآن استفاد اليمنيون من لجنة الجزاءات وفريق الخبراء المتعلق بها؟ أنا في اعتقادي هو يعني الاستفادة هو ذو قيمة رمزية وليس ذو قيمة حقيقية، على مستوى أنه هناك أمور قد حدثت من حيث تجميد الأموال أو محاسبة من ارتكبوا جرائم بحق الشعب اليمني، لكنها تظل رمزية ووثائق مهمة لليمنيين لكي عندما يستعيد اليمنيين دولتهم يستطيعون محاسبة كل من ارتكب جرم سواء من خلال اختلاس الأموال أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو اغتيالات أو ما إلى ذلك، كون هذه الجهة جهة رسمية دولية ومعترف بها وهي لجنة خبراء مهنيين. المشكلة الأخرى عندما كان يتحدث ضيفك من الرياض حول أنه يجب أن يعني نساوي بين الحوثيين والميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي، يجب أن لا يكون هناك استثناءات. مشكلتنا في اليمن هو عندما نعطي استثناءات لميليشيات نحن نقوض الدولة. يجب أن إما أن تكون في إطار الدولة أو خارج إطار الدولة، لا يوجد خط ثالث. يعني بالنسبة للميليشيات كانوا يروجون نفس الشعارات عندما كان الحوثي في صعدة وكان يعني يذهب نحو العاصمة للانقلاب على الدولة، كانوا يقولون يجب أن نحتويهم، هم ليسوا من أجل آتين من أجل يعني الانقلاب على الدولة، وإنما لتصحيح الوضع وإنما نستطيع احتوائهم. وهذه هي المشكلة الحقيقية، يجب أن لا يكون هناك استثناءات لأي ميليشيا تقوض الدولة. ولذلك ميليشيات الحراك الجنوبي وميليشيات المجلس الانتقالي لا تختلف تماما عن ميليشيات الحوثي، وكلهما يهددان الأمن والاستقرار، وكلهما يهددان سعادة الدولة، وكلهما يهددان حياة اليمنيين ومستقبلهم. فلذلك يجب أن تدرج أي ميليشيا من هذه الأنواع
تحت طائلة العقوبات، ويجب أن يطالهم القانون الدولي والقانون المحلي في المستقبل. النقطة الأخيرة أن هناك معضلة حقيقية، كما تعرف هذه اللجنة العقوبات في السابق طلبت من دولة الإمارات العربية المتحدة تسليمها كشوفات عن أموال المخلوع صالح وأسرته، والإمارات لم توفي بذلك ولم تتجاوب مع تلك اللجنة الدولية المهمة الذي كان يجب أن تتجاوب منها. لا يجب أن نبرر أي شيء بسبب أن التحالفات اختلفت. طارق عباش نفسه قام بتسليم الجمهورية وأعطى مقاليد القوات المسلحة للحوثيين من أجل الانقضاض على الدولة. يجب أن يدفع الثمن أن يكون محاكمته، وأن لا يلعب دورا لا سياسيا ولا عسكريا. يجب أن لا تكون هناك استثناءات لكل المجرمين والقتلة وأمراء الحروب الذين دمروا اليمن، وفي نهاية المطاف نقول أنهم عادوا إلى الحاضنة. المكان الصحيح يعني هو رجل في نهاية المطاف ما عاد موجودا حتى تتم محاكمته، وإن كان هناك من يقول على أن هذا الإرث يجب أن يحاكم. أشكرك سيد إبراهيم القاطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. أعود إليك أو يعود إلينا السيد البراء شيبان، وأختم معك سيد البراء. أنت تحدثت على أن الطريقة الوحيدة لانتهاء عمل هذه اللجنة هي الانتقال إلى الانتخابات، لكن إلى أي مدى أسهمت هذه اللجنة في إيصال اليمنيين لإتمام عملية الانتقال السياسي لانتخابات؟ نعم، في البداية يعني بشكل سريع أنا أتفق مع كثير مع ما ذكره الأخ ثابت العريقي من الرياض. المجلس الانتقالي أكيد بالتأكيد ليس بخطورة جماعة الحوثية، وإن كانت تهدد وتقوض قدرة الحكومة الشرعية على تثبيت الأمن والاستقرار داخل اليمن. بالنسبة لهذه اللجنة، أنا لا أعتقد أنها ستدرج أي كيانات أخرى، لا جماعة المجلس الانتقالي ولا أي أسماء أخرى، خصوصا أنها الآن أقل المجتمع الدولي أقل تحمسا في إدراج أي أسماء أخرى. اللجنة هذه عبارة عن وسيلة، يعني عبارة عن أداة، لكن من عليها الانتقال هم اليمنيين. لذلك احنا اعتقد كانت هناك مشكله، المعضله التي يواجه اليمنيين ان احنا ننتظر كثير من المجتمع الدولي ان ينقذنا، والتدخل الدولي عاده هو من منظور قاصر للشان اليمني. حتى الى الان المجتمع الدولي اذا يرى ان الحل انه هو يتقاسم الجميع السلطه وتشكل حكومه بالوضع الحالي، واذا تمكن اليمنيون من الوصول الى هذا الاتفاق، حتى لو بقت ميليشيات، حتى لو بقت جماعة الحوثي كما هي، هذه التفاصيل لا تهم المجتمع الدولي كثيرا مثل ما تهم الشارع اليمني والمجتمع اليمني. ولذلك اليمنيون هم المعنيون بالدرجة الأولى بالانتقال. هذه وسائل قد أنها تعزز أوراق الأوراق التي تمتلك الحكومة الشرعية في الخارج، كون أن هذه اللجنة تقريبا هي الوحيدة التي تنص بشكل واضح على يعني لا تعتبر أن هناك أطراف حرب، هي تعتبر أن هناك حكومة شرعية، وأنها يجب أن تسمي من يعرقلوا عملها. ولذلك ممكن أن تستفيد من الوسائل، ولكن لا يتم الاعتماد عليها كمخلص نهائي لحل أزمة الحرب والأزمة الإنسانية والمشكلة المتفاقمة داخل اليمن. أشكرك الباحث الأستاذ البراء شيبان، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، كما هو الشكر موصول لجميع الضيوف الذين كانوا معنا، ولكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.